كبيرة أنا نحسها ونعيشها. عملت قلت لي مسرح ما خممتش أنك تدخل ميدان التمثيل تعمل تقدم دور تعمل كاستينج برشا فنانين يغنيوا ويمثلوا وممتعوا درة. أنا نحب المسرح ونحب السينما ونحب التلفزة وعديت كاستينج و أنا مسلسل اللي معقول عليه عليه وين المشكل قالت لغنية ولدي إذا كل ما أقوله حاجة يقولي وين المشكل بلا وين المشكل شنية المسلسل ليلي خلينا عديت قبل كاستينج وعديت منحبش تقول منحبش نقول منحبش نقول تعرف علاش منحبش نقول على خاطر باش الممثلة اللي خذت الدور ما يصيرش بيني وبينها سوء فهم ليه منحبش نعرف الدور أنا نحب نعرف المسلسل اللي عملت فيه كاستينج قناة الحوار التونسي الحرقة مع الأسعد لوسلي اوكي هو ما نحبش نزيد نهدي يا اخي اش صار من بعد بتيتر تعابير وجهي كانوا كيف نقولوا رقيقه بارابور للغول اللي كنت باش نعمل فينو 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 برشا مش مشكل ناوية تكمل تحاول انك مرة انا من الناس اللي كي نسمع كاستينج ومع مخرج معين وفي نعرف اللي شنية الرؤية متاعه وكل شيء ومع شكون يتعامل في السيناريو نحب نخوضها التجربة يعني يهمك انه يكون المسلسل عنده رسالة ويطرح قضية تنجم تعالج المجتمع ما نحبش نظهر كالطفلة المزيانة اللي محليها الكلاس اللي يستنسوا بها صورة نمطية نحب غول يكون جديد وحاجة جديدة عليا حتى انا في حياتي نحب التجارب اللي عشتهم في حياتي الكل نجم انا هذوك نوظفهم في غير ان شاء الله علاش ليه نكتشفوك نهار في عمل درامي في عمل سينمائي زيد علاش ليه تحب الدراما دراما تحب المسلسلات تحب الدراما ونحب الكوميديا انت بارونتيز بالحق والله هي نحب الكوميديا زيد بس روحي نجم نعطي في الكوميديا اللي هي حاجه تخوف راهي دور ممثلين يكونوا عندهم برشا هكا ادوار وتجارب كي تسالهم على الكوميديا يقول لك صحيح حاجه نحبها ولكن خاف على خاطر مربوطه بالنص مربوطه بالذمار مش سهل انك تنجح اليوم هكا تشوف لي سيت كوم مش كلهم ينجحوا نعرف دونك ديما نحبوا نحلموا ونطمحوا معناها ان شاء الله علاش ليه